استطاعت ثورة 25 من يناير أن تحرك بحيرة المياه الراكدة في مصر منذ سنوات طويلة، وهي البحيرة التي أرادها البعض راكدة للأبد، لكن هيهات، فمصر أم الدنيا هي التي صدرت للعالم الحرية والفكر والديمقراطية، وحان موعد إعادة تصدير الديمقراطية بعد بذوغ فجر 25 من يناير. فقبل ثورة 25 من يناير لم يكن في مصر من يجرؤ على الحديث عن ماهية الدولة، سواء كانت مدنية أم دينية، ولكن الأحوال تغيرت وتبدلت، فأصبح للجميع حق الحديث بحرية، وعلى كل من يتحدث أن يأتي بأدلته وبراهينه على ماهية الدولة التي يريدها. وهنا بدأ السجال، فمن من يريدها دولة مدنية يتم فيها فصل الدين عن السياسة نهائيا، ومن من يريدها دولة دينية ترتكز على الشريعة، ومن بيننا من يرى أنه يمكن الدمج بين الدولتين الدينية والمدنية عن طريق البحث عن تنظيم العلاقة بينهما، عن طريق النظر إلى القضايا المتعلقة بالدستور. فيمكن لدستور البلاد سواء في الدستور القديم أو الجديد أن يستلهم المرجعية الدينية، وكذلك يستفيد من خبرات ومن ثقافات متعددة، لأن مصر بكل حضارتها لا يجب أن تبقى لمرجعية واحدة، لأن هناك مرجعيات أخرى دينية وحضارية وقانونية. وبين هذه الرؤية وتلك يقع السجال ويفتح بدوره العديد من أبواب الاجتهاد. وفي النهاية الجميع يبحثون عن ماهية الدولة الحديثة، كل منهم وفقا لتياره الفكري والسياسي والديني، ويدلي كل منهم بدلوه في الإطار الذي يراه صحيحا. إذن هو ده السؤال في توجه مصر وفي طريقها بمشيئة الله اللي احنا هنمشيه، شاء من شاء وأبى من أبى. بكرر الجملة دي كتير، ولكن ده الطريق اللي احنا مستنيين وهنروح له، طريق الديمقراطية. بيثور التساؤل، وهي دولة مدنية ولا دولة دينية؟ وما بين المتخوفين والمتشككين والقلقانين والمحتارين واللي مش فاهمين، بنواصل الحوار عشان نقدر نوصل للحقيقة. بدعوكم للترحيب بضيوفي الكرام، دكتور عمار علي حسن، الباحث والناشط السياسي ورئيس قسم الأبحاث بوكالة الشرق الأوسط. دكتور عمار أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والمهندس سعد الحسيني، اللي لسه بقول له سعداء أن نتقابل في يوم تاريخي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. مش مهندس سعد أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. سعداء أنك تكون موجود معنا في أول اجتماع علني بعد 58 ولا 59 سنة، بعد من سنة 54، من سنة 54 يبقى 57 سنة. آخر اجتماع علمته أمن الدولة 94 ديسمبر، عملتنا قضية عسكرية آخر اجتماع. أما آخر اجتماع إجمالي مجمل تم يوم 10/2 قبل رحيل مبارك بيوم واحد، وكان لم يكن معلنا. أول اجتماع مجلس الشورى اجتمع فيه كله بعد 94. وفي يوم تاريخي فعلا. طبعا طبعا يوم تاريخي، وده من لمصر يعني، عشان ده على مع الحرية. يوم تاريخي عشان الحكاية عايزينها كلها في النور، واللي بيعمل حاجة يعملها في النور، ونتحاسب في النور، ونتكلم في النور، ونقدر أي حاجة مخفية بتثير كل الشكوك والظنون. أكيد أكيد. وأبدأ من حضرتك من هذه النقطة وأسألك، شايف النظام اللي محتاجاه مصر؟ أبدأ السؤال من الآخر وبدون مقدمات طويلة. النظام اللي محتاجاه مصر، أو اللي شايفه من وجهة نظرك الشخصية والإنسانية والعضوية كعضو في مكتب الإرشاد، لمصر اللي ممكن تحتاجه بجد في الفترة المقبلة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقول إحنا لا شك في يوم تاريخي، لأن جماعة إخوان المسلمين تجتمع لأول مرة بشكل علني، مجلس شوراها كله بشكل علني. فيوم تاريخي ليس لأن الإخوان بيجتمعون، لأن يعني أحد دلالات كبيرة على حرية لم تكن متاحة لمصر من 54. وأقول أن الدلالة اليوم ده هو، أو دلالة القيمة العظيمة اللي جعلت المصريين يبذلوا دمائهم في الشوارع ويقفوا في الميدين
ويعني يصنعوا ثورة من أعظم ثورات التاريخ، الحرية. وأنا بقول هذه القيمة إذا تمكنت حقيقة منا إجمالا كمصريين بـ 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 وأصبحت خلق، أعتقد هي دولة الحرية، هذه هي الدولة التي تحيل مصر إلى دولة عظمى. وأنا عايز أقول إن هذا المناخ الحقيقي الأمين هو قادر إن هو يأخذنا إلى مصاف الدول العظمى، وقادر يحل كل الإشكاليات الحاصلة. لأن عكس الحرية في القهر والظلم والاستبداد والتحتية، وينبني على ذلك كل الشرور الممكن أن تحدث. نحن سواسية في هذا البلد، نحن كلنا أصحاب هذا البلد، لا يستطيع أحد أن يلغي أحدا، نحترم الجميع، الجميع له حق أن يعتقد أو آراء أو أفكار أو عقائد كما يشاء ويعبر منها كما يشاء، والآخر يجب أن يحترمه وأن يسمع له ولا يقصيه. وفي النهاية من أعظم قيم الحرية أن الشعب إجمالا نستمع لإرادته ونحترم إرادته الحرة ونمتثل له جميعا، وتتقدم مصر إلى الأمام. بعد 4 سنين وخمس سنين يعيد الشعب الكرة ويقيم من اختاره سواء في البرلمان أو كحكام، وإذا أساءوا يعني ينتحوا جانبا، إذا أحسنوا يتيح لهم فرصة أخرى كأجراء لهذا الشعب يخدمونه. الآلية الجميلة البسيطة دي اللي هي قوامة الحرية العالم كله تقدم بها. فأنا ده عنوان الشعب نفسه بقى هيختار الليبرالية الإسلامية الدينية الاشتراكية، أما أنه حر وهو مسؤول احنا هنحترم ارادته. ولا يستطيع ان يحجر بقى يقول انتوا بقى عايزين دينيين عن دين اسلاميين، لا مش عارفين انتوا متخلفين ظالمين، يا اخي الشعب اللي يختار. فاحنا ولكن وجهه نظرك الشخصيه، فكره الحريه انا اعتبرها واؤكدها هي اعظم قيم الاسلام بعد التوحيد. الحريه تضمن، والحريه يعني ايه يعني يدافع عنها وتحقق، اما التوحيد يعرض. لأن لا إكراه في الدين، إحنا نعارض التوحيد، أما الحرية ده واجب وحق. فأنا بقول أعظم قيم الإسلام، أعظم قيم البشرية هي الحرية. كإسلام أعظم قيم الإسلام لا شك هي التوحيد، بس هذا يعرض والناس تأخذه بحرية لا إكراه في الدين. أما الحرية هذه يعني فريضة إسلامية. حسن البنا بيسألوا أنتوا بتدعوا لإيه؟ قال قولوا ان احنا ندعو الاسلام العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والحكومه جزء منه، والحريه فريضه من فرائضه. لذلك لقينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى المعنى بعد 23 سنه 21 سنه من القتال والصراع مع الكفار، دي الادبيات احنا بقول لك احنا بناخد منين. وعندما دخل مكه بعد هذا الصراع المرير، اول قرار اخذه كحاكم، قرار اداري اخذه كحاكم مسيطر ومهيم، قال لهم ايه؟ ذهبوا انتم بتلقاء. وليس معنى هنا العفو، لا، هي معنى الحرية تحرر. مع ان هو يحمل رسالة التوحيد وجاء بها عشان ينشرها، ما قالش الواحد منهم اسلم، لا، قال له انت حر. يعني هو كل قتال ده كله عشان يمكنه من حريتهم، وبعد كده اللي يخش الاسلام ده موضوع تاني. لا اكراه في الدين. فانا بقول ان اعظم قيم الاسلام بعد التوحيد هي قيمة الحرية، ده مدخل لكل خير. واعتقد احنا لو اتفقنا على الاثار ده مصر هتتقدم كثيرا. دكتور عمار، كلام جميل ورائع، ولكنه أيضا ما زال في صيغة، خلينا نتكلم بصراحة، في صيغة قوية ولكنها صيغة لا يختلف عليها أحد، اللي هي عناوين رئيسية لم يذكر ليها باشمهندس سعد حتى الآن. وهنتكلم بقى إيه وجهة نظره الشخصية، شايف إيه النظام الأفضل لمصر من وجهة نظرك؟ بلا شك إن أفضل نظام لمصر هو حكم مدني، وأنا شايف هناك اتفاق على ذلك في الأغلب العام. يعني الفلاح المصري البسيط والعامل البسيط في سلوكه اليومي وطقوسه اليومية هو طقوس مدني، الإسلام حاضر فيه وجزء أصيل من تشكيله وتمثيله، لكن هو سلوك مدني. بمعنى أن الفلاح يتبع في طريقة الزراعة أسلوبا علميا بحتا، يحرس الأرض ويضع الحب ثم يرويه ثم يسمده ثم يعيد تقليب الأرض حتى ينتظر الحصاد بخطوات عملية. لا يجلس الفلاح ويقول سأصلي
فينبت النبات بمفرده ثم أحصده فيما بعد. إنما هو يعقل ويتوكل على الله. فالدين حاضر ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يقصيه أو يجنبه أو يلغيه على الإطلاق. لكن هناك عمليات يومية وطقوس وتقاليد من وجهة نظري أنها بنت الحياة. الإسلام جزء منها لكنها بنت الحياة. والإسلام في تاريخه كان حكمه حكما مدنيا، يعني من خلافة سيدنا أبو بكر الصديق وحتى سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924 والحكم في الإسلام حكم مدني. لا يعرف الإسلام السني، نتحدث عن الإسلام السني، فكرة حكم رجال دين أو فقهاء، بدليل أن علماء الأزهر حين خلعوا خرشد باشا كان من الممكن لأحدهم أن يجلس محله، لكنهم يدركون أن هذا ليس من تقاليد الإسلام ولا من تعاليم، وبالتالي خاطبوا الأستانة حتى يعينوا محمد علي بدلا منه. فأنا أرى أن الحكم المدني، لأن ما فيش حاجة في اسمها دولة مدنية، ده تعبير خرافي، فيش في القاموس حاجة اسمها دولة مدنية، كل قواميس السياسة والاجتماع والأديان ليس فيها شيء اسمه دولة مدنية، فيه حكم مدني وفي نظام مدني وفي أشياء كثيرة جدا مدنية، لكن لا يوجد شيء اسمه دولة مدنية. أيضا الإسلام لا يعرف الدولة الدينية. أنا مشكلتي مع اللي طرحه الدكتور المهندس سعد الحسيني أنه لا يزال يدور في إطار النظريات والمبادئ العامة التي لا خلاف عليه. طبعا الإسلام دين الحرية، وإحنا قرأنا ونحن صغار كتاب كبير للدكتور علي عبد الواحد وافي تكلم باسم الحرية في الإسلام، يثبت من النص القرآني ومن الحديث النبوي الشريف ومن كلام الفقهاء ومن ممارسات الرسول عليه الصلاة والسلام ما يثبت أن الحرية قيمة أصيلة من قيم الإسلام. لكن القيم حتى يمكن تطبيقها في الواقع يجب أن تنزل من عالم المبادئ المجملة إلى التفاصيل، ومن عالم النظريات إلى الإجراءات. طيب كيف ستترجم لي أنت كجماعة الإخوان المسلمين إيمانك بمدنية الدولة في إجراءات محددة، في قوانين، في تفاصيل تتماس مع الواقع المعيش، مع حياة الناس اليومية؟ أما أن نبقى طول الوقت في حيز المبادئ العامة لا خلاف عليها، لأن المبادئ العامة لا يستطيع الاشتراكي ولا الليبرالي ولا الإسلامي أن يقول أنني ضد الحرية. حتى الإخوة السلفيين إذا حدثتهم سيقول نحن مع الحرية، بس بأي كيفية؟ عايز تقول إن الشيطان يسكن في التفاصيل؟ الشيطان بيسكن أحيانا في التفاصيل؟ لا، والتعريف سيبك من الشيطان، التعريفات يعني الحرية لها 200 تعريف وفق ما أعرف، يعني في 200 تعريف للحرية. ففي أي تعريف تتبناه للحرية، ثم إذا اتفقنا على المصطلح أو التعريف، فأي إجراءات ومؤشرات عامة تخرج من هذا المفهوم المجمل إلى حيز الواقع والتطبيق، هو ده الموضوع. طب ما إيه رأيك يعني في هذه الفقرة، واللي بعتبرها من أهم الحاجات لمصر ومن أهم الحاجات اللي بنطرحها من ساعة ما بدأ البرنامج، وأعني ده تماما، خليني في دور المراقب، وأنت ليه تعتبرني وسيط؟ ما توجه تساؤلاتك مباشرة على التفاصيل اللي حابب الباشمهندس سعد يريحك او يريح امثالك من الباحثين عن حكم مدني. في الجيش قالوا لنا الكلام بيتسمع ما بيتشافش. طب جميل، حلو جدا. يبقى سؤال مباشر، حضرتك شايف انك بتسال طبعا من الاسئله الباشمهندس ان هو قلقان من التفاصيل، هو زي برضو مقتنع ان الكلام الاولاني مقدمه حقيقيه وكلنا مؤمنين بيها. عايز اقول انتوا كمان مشتركين معانا، تقدروا تبعتوا اسئلتكم وانا احاول القيها لضيفي الكريمين. تفاصيل ازاي هنمارس الحرية دي؟ عايز اقول ان انا اردت ان اعلي قيمة كبيرة
يظن الناس أنها قيمة، بعض الناس أنها قيمة حديثة أو ليبرالية أوروبية ليست بعيدة عن الإسلام. أنا أردت أن أعلي هذه القيمة للمصريين بذلوا دمائهم من أجل أن ينالوها، وأقول إن هي مدخل لكل خير. لكن في تفاصيل، يعني أنا إحنا بنتكلم دلوقتي على الدولة أو نظام الحكم اللي إحنا نريده. إحنا نريد يعني نؤكد أشياء. أولا، نحن على مدار عشرات السنين من سنة 28 لم نكن في الحكم في يوم من الأيام، وقد يكون الأمر ده قدامه سنوات طويلة. يعني إحنا ده في علم الله، إحنا لا، إحنا نتكلم كله عن أفكار ومبادئ إحنا بنعتنقها وبنحاول نشرحها، فليس أمامنا إلا الأفكار. أما الحديث عن المستقبل بمعنى أن أنتوا لا، لو أنتوا بقى أما هتمسكوا وهتعملوا عكس الكلام ده، تتأكدوا لنا أن أكد إيه يعني؟ كيف نعطي مواثيق يعني؟ هنكتب وثيقة؟ ما إحنا كاتبين ما نؤمن به، إحنا عهد هنحلف، ما عندناش أي مشكلة. لكن في النهاية التطبيق هيحكم علينا جميعا. وحتى بعض الناس قالوا سؤال، ما لا انتوا ها بتقولوا كلام حلو دلوقتي زي العسل ونيو لوك، لكن لو مسكتوا البلد دي على افتراض يعني هتنقلبوا، وهو الديمقراطية المرة الوحيدة، وزي اللي هتطلع فوق السطح هتطلع على السلم وتاخد السلم معاك، مش حد يطلع تاني. كلام كده غريب جدا، ده بيتقال. فأجاب دكتور محمد مرسي إجابة لطيفة جدا بصراحة، عجبتني. أنا بقولها هو يعني لما أخذ، إحنا على افتراض يعني، إحنا بنتكلم كله نظرة دلوقتي، إحنا هنبقى أعتى يعني من حسن مبارك؟ طب الشعب خلعه إزاي؟ طب كويس على حسن مبارك دي، في لا في نجم كبير في عالم كرة القدم، إحنا ما بجيناش مش آلهة يعني، إحنا بشر. نجم كبير مش مقاطعك، ولكن في نفس الشعب خلع حسن مبارك إزاي؟ بيقول هيصعب إيه؟ يخلع علينا يعني؟ لما عرف إن أنا النهاردة دي محور الحلقة، قال لي أنا سئلت سؤال يا معتز وحابب إنك تسأله لضيفك، خصوصا اللي بينتمي للإخوان، قول له السؤال ده اتسأل لي وما تقولش اسمي وانا ما عرفتش اجاوب. قال لي لو حصل الاخوان في الحكم وحدث نفس الموقف اللي حدث مع حسني مبارك، كيف كان سيتعامل الاخوان مع المتظاهرين والمعترضين؟ هل بصفتهم مارقين عن الدين وخارجين عن الحاكم وضد الشريعة، ولا هيتعاملوا اللي هو مع كل ما فعله حسني مبارك الناس حتى هذه النقطة بتتعامل معاه؟ ده سؤال الكابتن شوبير. لا والله، لا والله شوبير كان على الهواء، ولكنه ما قلت له اقول اسمك. هينزل قصاده في جانب من الغرابة طبعا احنا بنرفضه، وجانب من الوجاهة. في جانب موضوعي وجانب غريب يعني، احنا عانينا على مدار 80 سنة من القهر والظلم، يعني ليس بأخلاقنا ولا أدبنا ان احنا نصنع هذا. لو كنا نريد ان احنا سلطة كنا يعني تحالفنا على حسني مبارك من زمان، عبد الناصر من زمان، وفي السلطة الى من بدري يعني، ونقصي ونعمل احنا رفضنا هذا. فيعني بنعتبر من اخلاقنا وتاريخنا وتراثنا هيرفض هذه الحالة ولن نصل اليها ان شاء الله. برضو انتوا بتتكلموا كان احنا بينا في الحكم يعني، لكن على اي حال الجانب الاخر الوجيه من السؤال، نحن لا نتحدث عن أنفسنا بصفتنا أصحاب الإسلام أو المتحدثين باسمه وحدنا، أو هو بتاعنا وهو مش بتاع غيرنا. لا، الإسلام يحكم علينا جميعا. وأي إنسان يجي من قعر قرية أو صحراء ويقول لي أنت يعني، أنا هبقى زي سيدنا عمر، واحدة ست ما حدش عارف اسمها في التاريخ، وتقول له أنت أخطأت، يقوم يقول أخطأ عمر وأخطأ عمر. ده الرسول نفسه المعصوم بقى، ده ما فيش فيه جدال، هو بشر يوحى إليه، فيها جدال دي يعني؟ لا، ولكن هو الصحابة نفسهم كان بيميزوا في كلامه بين وأفعاله بين حاجتين واضحة جدا. أما راحوا قالوا له في غزوة بدر، الراجل الصحابي قال له أهذا منزل أنزلكه الله في الخندق؟ أعتقد سلمان الفارسي. بدر. أما الرأي والحرب والمكيدة، حتى هو في اختيار مكان الحرب. فقال لا، ده رأيه حرب أكيد. قال له إذا ليس هذا بمنزل، يعني أنت غلط، ده مع الرسول. إحنا إيه بقى نيجي جنب الرسول بقى؟ وسيدنا أبو بكر يقول إذا رأيت في عوجاجا فقوموني. فأنا بقول إحنا بشر، بقية البشر بالعكس إحنا نحاسب ولسنا مهيمنين على الإسلام، واللي ينتقدنا هينتقدنا كبشر، وينتقد انت اجتهاداتنا كبشر، ولا ينتقد الاسلام بس عشان ايه نريح الناس. لان يقول لك ايه، ما كل دلوقتي اصل الديني ده مطلق ولا والسياسي ده مش عارف مقيد. انا لو انتقدت افعالك يبقى انا منتقد الدين، ويبقى انا ضد الدين. مين قال الكلام ده؟ ده الكلام ده ما فيش حد بيقوله. هو احنا آلهة؟
هو احنا اكليروس واحنا رجال دين. عفوا يا باشمهندس, بعض الناس بتقول المنتمين للدين هي اللي بتقول كده. ايه بعض الناس المنتمين او الناس, ما هو الناس خلي بالك بقى ما بتفرقش, هي لو كانوا دول منتمين للدين بيقولوا كده, يقول لك انا ما تكلمنيش, انا بتكلم بنتكلم علينا كاخوان وبنتكلم على الفهم الصحيح اللي نعتقده صحيح من وجهه نظرنا يعني, وبنقول احنا بشر زي بقيه البشر. انا واخويا عمار مين منا اقرب لله سبحانه وتعالى؟ محدش عارف طبعا. احنا لينا وجهه نظر وعقيده وفكره بنطرحها على الناس, وان اخطانا فنحن مخطئون وليس الاسلام. الاسلام فيه قيم عليا جميله عظيمه كلنا بنتفق عليها معظم المصريين, هذه فوقنا جميعا. ما دون ذلك اجتهادات بشر. فيعني من بديع لو انت نازل اللي هو المرشد العام بشر يخطئ ويصيب, ما فيش قيد ولا حرج, بس عشان من ايه ما نقفلش الموضوع وبعدين نفرض الدين اطلاقا ابتداء لمجرد ان احنا انا رايي يا باشمهندس بنعلنه ان السؤال ده مرعب, وكنت اتمنى الا تجيب عليه لسبب بسيط. انا باخوض فيه لا لسبب بسيط اللي هو ادي سؤال دكتور عبد, السؤال اللي حضرتك سالته ان لو قامت ثوره والاخوان المسلمين في الحكم كانوا يتعاملوا معاها زي ما مبارك تعامل معها, واحنا محتاجين كل ما نحب نقصي مجموعة في الحكم أن نقيم ثورة. ده معناه أن ثورة 25 يناير فشلت. الثورة هتلخص في صندوق الانتخاب. بريطانيا ألمانيا أمريكا ليست في حاجة إلى ثورة الآن, هي تستطيع من خلال صندوق الانتخاب أن تأتي بمن تريد سواء في البرلمان أو في سدة الرئاسة. وبالتالي حتى بعض علماء السياسة قالوا أن صندوق الانتخاب قضى على الثورات, وده كان حتى قبل قيام الثورات العربية. قلنا صحيح, لكن هذا في البلدان الديمقراطية. أما في بلداننا لا يزال هناك استبداد وقاهرة. احنا نفترض أن 25 يناير هتصنع دستور عادل ديمقراطي لدولة أو حكم مدني, وتعلي أو ترسخ مبدأ تداول السلطة, وتمكن الشعب من أن يكون هو مصدر السلطات, وبالتالي لن نحتاج على الإطلاق في إلى ثورة. إذا جاء الإخوان إلى السلطة وفشلوا في مش الإخوان مش مطلوب منهم مصالح الناس, الناس المساجد ان المصريين متدينين وشعب متدين بالفطرة. انا مطلوب من الإخوان في سدة السلطة مش في مجال الدعوة انهم يقدموا حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المصرية البائسة. كيف سيعالج الفقر؟ كيف سيجذب الاستثمارات؟ كيف سيزيد من حجم تدفق السياحة؟ ما هي الإجراءات التي سيتخذها من أجل تقليص الفساد أو محاربة الفساد؟ ما هي الطريقة التي سيتعامل بها مع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى؟ هو ده اللي حكم عليه. المشكلة الوحيدة اللي احنا بنواجهها في الموضوع ده, أيوة, وكان ممكن نتلافاها, وكان ممكن ساعتها أنا أقول المهندس سعد الحسيني بدل ما انتوا في مجلس الشورى بتدرسوا فكرة ان انتوا تنافسوا على جزء من المقاعد البرلمانية, لا انا عايزكم تنافسوا على كل المقاعد ولا مغضاضة في ذلك. وياك تاخدوا البرلمان كله, وياك تشكلوا الحكومة كلها لو احنا كنا خلصنا الدستور. واخد بال حضرتك؟ خلاص, هو اذا جاء الى السلطة كما انا كمواطن مصري او كما ان الشعب المصري أتى به إلى السلطة من خلال صندوق الانتخاب, بالزبط, يستطيع أن يسقط عنه الشرعية إذا فشل في تقديم حلول للمشكلات الحياتية. أنت واخد بال حضرتك؟ لكن أنا مشكلتي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم ينجز بعد, وده اللي يحدد الإجراءات لا تحكم الانتخابات والمسائل دي. والدستور إن البرلمان المقبل وفق التعديلات الدستورية سينتخب جمعية تأسيسية ستضع دستور. الدستور يفترض أنه يعبر عن مصالح الشعب كله, وبالتالي يجب أن تكون هذه اللجنة ممثلة لكل الشعب كله. أنا أريد من الإخوان, ما دمنا وضعنا العرب أمام الحصان
كان الافضل نعمل دستور وبعدين ندخل في الاجراءات التفصيليه. وده اصبح وضع خلاص ما فيش منه رجع. خلاص خلاص الشعب قال نعم خلاص خلاص احنا دامت الاراده الشعبيه قالت 77.2 قالوا نعم نحن مع إرادة الشعب ونحترم إرادة الشعب وما فيش حد يزايد على الشعب وعلى وعي الشعب. طيب لكن الشعب برضو لازم يفهم ان الدستور لا تنفرد مجموعة او فئة بوضعه وان الدستور يجب ان يعبر عن مصالح الأمة كلها. وبالتالي انا اريد في مجلس الشورى غدا وانتم تجتمعون ان انتوا تطلعوا تتكلموا عن الاجراءات التي ستختاروا بها الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور. وانا اطالبكم بانكم تلتزموا بالمبدأ الاسلامي الذي قاله الامام ابن تيمية الاصلح في كل ولاية بحسبها فالقوي لامارة الجند حتى لو كان فاسقا فقوته للمسلمين وفسقي على نفسه والتقي لإمامة الصلاة حتى لو كان ضعيفا فتقوى للمسلمين وضعفي على نفسه. يعني أنا مش عايز المية دولة يبقوا ناس طيبين لازم يبقوا طيبين بس مش ده المعيار الوحيد مش ده معيار لازم يفهموا في القانون علماء اجتماع علماء سياسة علماء فلسفة شخصيات عامة ناس تمثل كل ألوان الطفل المجتمعي في المسيحي وفي المسلم وفي النوبي وفي الصعيدي وفي البحيري وفي الفلاح وفي العامل وفي الموظف واستاذ الجامعه والافندي بحيث هذا تنوع الهيئه التي ستضع دستورا جديدا تمثل الكل. الناس دلوقتي يا باشمهندس خايفه من ايه في موضوع الانتخابات البرلمانيه؟ يقول لك الاخوان هم القوى المنظمه فينزلوا الانتخابات هياخدوا اغلب البرلمان وبالتالي هيجيبوا اللجنه اللي تضع الدستور اغلبها من الموالين لافكاره. هو ده الكلام انت واخد بالك ده خلصت الكلام ايوه وده لو اتعملت لجنه مش ممكن تبقى لجنه الدستور انت واخد بال حضرتك فكيف يرى ايه تبقى لجنه الدستور ما لجنه الدستور لازم تمثل كل الشعب بالظبط يبقى اكثر يعني ممثله لان الدستور مش في طرف بيحط لنفسه ده دستور بيحكم الامه انا على فكره مبسوط جدا من مستوى الحوار ولكن بحاول دايما ابسط الحكايه ان هو هيبقى الاخوان يا باشمهندس سعد هم اللي يحطوا الدستور فسيصبح الدستور المصري معبرا عن وجهه نظر الاخوان بس ولما يبقى معبر عن وجهه نظر الاخوان بس مهما كانت هي وجهه نظر عظيمه فاحنا بنتعامل مع دستور للبلاد كلها فساعتها هتبقى مشكله فاهم صح يا دكتور عمار هو الامر على فكره والموضوع ملوش علاقه بالماده الثانيه لا, لا 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 خالص انا مع الماده الثانيه على فكره مش ضدها الامر احنا والكثير من وعندي تبريرات علميه مش انا عايز اقول موقف ديني انا عايز اقول حاجه ببساطه شديده احنا افترضنا الاسئله اللي بتثار الان واجبنا عليها قبل الثورة بعشر أيام صادر قرار مكتب إرشاد بعد مداولات أخذت 3 أيام مكتب إرشاد كان في هذه أيام الثورة منعقد 24 ساعة يعني كنا قعدنا 18 يوم مبيتين مع بعض يعني بس عشان تتخيل يعني 24 ساعة انعقاد يعني 3 أيام نقول هنكلم وقفنا من الرئاسة الآن نعلن أو لا نعلن فخرجنا مبكرا نريد أن نحن نطمئن الجميع والشانئين على الثورة عشان الفزاعة اللي بيقولوها دي نحن لن نرشح للرئاسة والبرلمان مش مبدأ المشاركة للمغالبة ده مبدأ أساسي وبنقول كمان ان احنا لن نسعى الى ترشيحات تتيح لنا اغلبية منفردين وكمان المرشد قبل مكتب لان مجلس الشورى هو اللي حقه ان يفصل في النسبة والعدد فده سقف والمرشد قال كمان يلا نعمل قائمة توافقية والمعارضة قالت ايه رأيكم في الانتخابات بالقائمة قلنا ليس عندنا اي مانع من نظام انتخابي يخلق يعني يعبر عن شعب مصر بشكل متوازن ويعبر عن كل القوة طب انا من دلوقتي هو انا بقول اهو انا لا اريد هذا انا لا اريد استبدال استحواذ باستحواذ واقصاء باقصاء والا ما كناش استفدنا الدرس احنا بنقول اهو احنا من الان لا نريد ان نكون اغلبية طب انت عايز ده مش معلش لا لحظه لا هو لا لا وعندي لا هو ده شعبي هو ده مش كلام سياسي انا بقول ده تعودوا على نفس على كل الدوائر جديد من السياسه منعكم عندكم كلام لا وعندك عندي لا 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 عندي نقطه استفهام شعبيه ودي وجهه نظر لان في ناس شايفه ان الكلام ده فيه استعلاء اكلمك بجد على انا بتقول انا والله
هلعب ربع ساعة بس لأن أنا لو لعبت لو لعبت بتاع كله هكسر أصل الاستعلاء ده دخول في النيات وإحنا ده أمر طيب. إحنا لا خلينا من النيات خلينا نتكلم على أرض الواقع سؤال شعبي أنت عايز أكتر من كده يعني لا أنا عايز أنت بتقول هيسيطر وتعمل دستور طيب. لوحدك أقول لك أنا بقول لك أنا مش ناوي أسيطر على البرلمان ده حضرتك مسيطر على الحوار تديني فرصة أقول لك بس أنا مش هيسيطر على الجامعات الأساسية ايه بقى خلاص قال الضمانه انا حطيتها اسال الناس عايزه تقول ايه اسال الناس عايزه تقول ايه تقول ان اتقال ان النسبه ستصبح سننافس مثلا وحصل تغيير بعد كده بس الكلمه العامه ان هننافس على 35% من المقاعد طيب يقول لك لا ده هم لاعبين لعبه ايه اللعبه النهارده انتوا بتختاروا في مجلس الشورى مين يكون على راس حزب الحريه والعداله مثلا وهتظهر النتائج خلال الساعات او الايام المقبله نعم. طيب قال لك لا ده هم اصلا عاملين حزب الوسط اللي هياخدوا عبد المنعم ابو الفتوح ولا هياخدوا غيره ده كمان ده جزء اخر فالاخوان تيجي تقول لك ايه انا مكتفيه بال35% انا عندي وعد اهو 35% خدتهم وحزب الوسط ياخد له كمان 20-25% قوم ايه السلفيين والجهاد ياخدوا لهم 10-15% بقت مصر اسلاميه هكذا يفكر الشارع البسيط يا باشمهندس سعد ترد عليهم وتقول لهم ايه ما انتوا هتنفذوا التطمين وهتنفذوا الكلام ده معلش نظري خالص 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 وغريب ومواجهين القوى بتقول بس هذا الكلام بس بس ومع ذلك انا بسال سؤال احنا عايزين ايه يا جماعه احنا حريه وديمقراطيه ولا بنت عمتها على افتراض هذا الكلام المفرط في الخيال حصل من خلال صندوق وبحريه وشفافيه ونزاهه زعلانين ليه؟ الشعب لا هي نقطة الاعتراض اللي قالها دكتور نصيبكم كده ان بس المرة دي في مجلس الشعب زعلانين ليه؟ لا 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 مش ده شعب مصر لا 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 ده على افتراض ان الكلام ده حصل هذا لن يحدث شوف اقول لحضرتك سلف لا السلفيين لهم وجود ولا هم بتوع سياسة ولا حزب الوسط ليه القوة اللي تتيح ليه اللي بيتقال ده هذا الكلام ده احنا خلينا في العمل يا جماعة ليه ملوش قوة هو عشان ينشقوا مثلا من الاخوان ايا كان ايا كان قوة يا باشمهندس انا بقول لك انت لو بتتكلم معايا لا هو هو الموضوع بص يا باشمهندس الموضوع مرتبط بأمرين الأمر الأول ان المرة دي استثنائي سامحني يا دكتور عمار ان في ثورة اسمها 25 يناير عندها شرعية وان الثورة دي بصراحة مش بتاعتكم انتوا شاركتوا بس كده احنا شاركنا فيه. حلو انتوا شاركتوا فيه بالظبط بس والناس تتصرف طول الوقت على هذا الاساس بالظبط وتحترم اراده هذا الشعب واحنا نمره 2 تحترم ان الشعب ده في الميدان رفع شعارات وطنيه قال عيش حريه كرامه انسانيه طول الوقت انت واخد بالك والشعب ده عايز ناس تاكله عيش عشان الناس تعبت وعايز ناس توفر له كرامه وعايز ناس تدي له حريه الشعب ما كانش نازل هذا الأساس. ما كانش نازل ثورة إن مبارك لا يطبق الشريعة الإسلامية تاخد بالك احنا متفقين استنى بس أكلمك بجد وإن كان في ناس داخل مؤسسات الدينية بتقول لا الشريعة شبه مطبقة وإن المادة الثانية من الدستور كفية والمستشار طارق البشري قال لي إن كثير من القوانين المطبقة في مصر حتى المترجمة عن القانون الفرنسي مستمدة من الشريعة لان اكتشفنا ان الفرنسيين ترجموا قوانين العرب في الاندلس وهي قريبة مننا ومفيش مشكلة تاخد بالك اذا المصريين نزلوا الشارع لان الناس تعبانة الناس جعانة الناس على حافة الافلاس في عصابة بتنهب البلد انت واخد بال حضرتك في نظام حكم اعتقد ان احنا عزبة هيورثها لابنه في فقر وغبن وضياع وناس عندها مشاكل إدارية لا حصر لها واحد ما ترقاش وشايف أن واحد أقل منه وأمن الدولة متحكم والشرطة تعذب الناس كل هذه العوامل نزل المصريين من أجل أن يتلفوه دي كان مطالب ثورة 25 يناير جميل ما كانش كلام ليه ما كانش كلام لأن الشريعة مش محل جدال بيننا احنا كلنا مسلمين هي خلاف وجهات نظر حجم التطبيق والحقوق تقدم على الحدود أم المسألة كيف تجرى فدي ثورة مدنية دي نمرة واحد نمرة اثنين الإخوان في كلامهم عن الديمقراطية فاهمين الجزء الأخير من الديمقراطية اللي هو إيه؟ إنه صندوق انتخاب لا صندوق انتخاب ده آخر إجراء في الديمقراطية إن صندوق انتخاب شفاف وناس تصوت بحرية لكن في عشرات الإجراءات منها تكافؤ الفرص أنا كنت بقول وأنا كنت من أشرس المعارضين للنظام مبارك إن حتى لو النظام قرر إنه يعمل انتخابات نزيهة كان ممكن يفوز. تاخد بال حضرتك؟ لأن مفيش تكافؤ فرص حقيقة على أرض الواقع. مرشحه الأمن معاه بيجيب يقدر يجيب وجهاء الريف وكبار الملاك وكبار رجال أعمال يدخلهم
عشان ياخدوا توكيلات واستنفعات يستخدم معه ذهب المعز وسيفه وما اعرفش ذهب المعز وسيفه يسخر ميزانية الدولة كلها لخدمة مرشحين. الراجل ده كان في البرلمان ويعلم كويس عضو الحزب الوطني ياخد وظائف وياخد خدمات ويقدر يعمل كوبري ويشق مصرف هم ولا حاجة عن ده كله مثلا. ويعين ولاد ويطلع من الاسم فبيديه ميزة أمام المجتمع بعد ما حوله النائب البرلمان إلى مجرد موظف تشغيلات للأسف الشديد. فما كانش فيه تكافؤ فرص. الآن ليس هناك تكافؤ فرص ودي نقطة حلوة. عايز بس أقول لك أحمد شمس بعت لك يا دكتور عمار بيقول لك يا ريت يا معتز تبلغ ضيفك الذي يناصر الدولة المدنية بهذه الآيات اللي هي دستور سماوي ما يقدرش يجادل فيه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والحديث تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. طب ولا خلاف على ذلك. بس الحكم في هذه الآيات هو حكم قضائي. كثير من الفقهاء فسروا الأمر على هذا النحو حين حتى رد المرشد العام للإخوان المسلمين المستشار الهضيبي في رده على كتاب سيد قطب معالم في الطريق لأنه هو استخدم هذه الآيات في الحديث عن دولة دينية. فرد فضيلة المرشد حسن الهضيبي في كتابه دعاء إلى قضاء قال ذلك. الجماعة الإسلامية نفسها في المراجعات مش في كتاب ميثاق العمل الإسلامي اللي ألفوه سنة 81 في المراجعات قالوا أن هذه الآيات الثلاث لا تخص نظام الحكم إنما تخص طريقة القضاء. من لم يحكم بما أنزل الله في التقاضي يعني الحكم هنا حكم قضائي. بعض المفسرين الذين يفسرون القرآن في إطار عموم النص القرآني كله ابتداء من ألف لام ميم في سورة البقرة وحتى سورة الناس في كلمة الحكم في القرآن أغلب الأوقات جاءت بمعنى القضاء والتقاضي. وبالتالي أحيل تفسير هذه الآيات الثلاث إلى التقاضي وليس إلى نظام الحكم. وللأسف الأخ اللي بيقول ده أنا عايزه يقرأ اللي كتبته الجماعة الإسلامية في ميثاق العمل الإسلامي اللي ألفه عاصم دربالة ونجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد وكرم زهدي وغيرهم وعبد الآخر حماد في 81 ويقرأ اللي كتبوه في المراجعات اللي عملوها بعد 97 ويقرأ ما كتبه الشيخ محمد الغزالي وما قاله الدكتور يوسف القرضاوي وما قاله الشيخ سيد سابق وكثير من علماء الأمة الأفاضل في تفسيرهم لهذه الآيات تحدثوا على أنها تخص نظام القضاء. فمش معقول يعني أنا كنت بكلم الأخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الطيار السلفي في الإسكندرية كنا في مقابلة على قناة الجزيرة فقبل أن ندخل إلى الهواء قعد يكلمني بهذه الطريقة قلت له يا باشمهندس عبد المنعم نفس هذا الكلام كنت بسمعه وأنا طالب في الجامعة في الثمانينات في المنيا أن أنا من المنيا من أقطاب الجماعة الإسلامية اللي دلوقتي بيقولوا غيره أنت واخد بال حضرتك. أنا مش عايز التيار الإسلامي يبدأ من الصفر. الإخوان كانوا بيرفضوا التحزب مثلا وكان بعضهم يقول لك الشورى مش الديمقراطية وكان الجماعة الإسلامية بتقول لك البرلمان ده ركس من عمل الشيطان ولا يمكن القبول إن في برلمان يشرع وإن فكرة إن الأمة مصدر السلطات ده افتئات على أن الله سبحانه وتعالى مصدر السلطات. ده كان بيحصل يا باشمهندس استنى هقول لك كان بيحصل زمان كان بعض الناس كان في بعض الناس كنا بنعاني معهم لكن في النهاية لما دخلوا الحياة الحقيقية وتفاعلوا مع القوى اللي موجودة والأفكار دي اتحطت على الأرض واتجربت طوروا أفكارهم السياسية وأي حد يقول إن الإخوان ما طوروش أفكارهم السياسية يبقى جائر. لكن في ناس عايزة سيزيف اللي هو بيصعد إلى قمة الجبل كل يوم يوقع الحجر يرجع يجيبه. المعرفة ذات طابع تراكمي. أنا دلوقتي لو هعمل حزب إسلامي في مصر عارف هدرس تجربتي إيه؟ مش تجربة الإخوان المسلمين تجربة العدالة والتنمية في تركيا وهعمل أفضل منه لأن ده أرقى ما وصل إليه التيار الإسلامي في التفكير السياسي. يعني بعتبر دي دعوة لحضرتك أن الإخوان يحدوا حزب العدالة قدم والتنمية قدم تجربة عبقرية نموذج للعالم كله ومحدش يقدر يزايد عليه
وناجحين في الاقتصاد وناجحين في فرض هيبة الدولة وناجحين. طب هو ايه الاختلاف بين تجربة حزب العدالة والتنمية والإخوان المسلمين؟ لا اختلاف كبير. دول حكموا احنا لسه الثورة 25 يناير من اسبوعين. التحدي والاستجابة دول الحكم. هم اتحطوا في تحدي اكبر. عندك طيار علماني صارم ما بيهزرش، جيش حارس على العلمانية بصرامة شديدة جدا، فكان يجب انك تبدع ابداع خلاق يلقى قبول اجتماعي ولا يناقض قيم الديمقراطية. ده اللي عمله العدالة والتنمية. تجربة العدالة العدل والإحسان في المغرب متقدمة شوية عن تجربة إخواننا من الإخوان المسلمين. هو احنا بس احنا في مقارنة، مش عايز أقول ظالمة، احنا بنقارن بين دولة كلها لم يكن يستطيع أحد أن يحكم فيها أو يفكر في أن يحكم إلا الحزب الوطني. فالمقارنة ظالمة بين يعني لسه أول مرة مجلس شورى من 54. أيوة. نتكلم على مناسبة يتم المقارنة بدولة أيا كان فيها علمانية قحة وجيش يعني متسلط، لكن فيها رضا بالصندوق وآلياته، وفيش حاجة اسمها عندها اسمها تزوير انتخابات، والتطور الديمقراطي داخلها أوصل إلى حزب له جذور إسلامية. أنا طبعا أنا نقدر التجربة التركية وهي نصب أعيننا، ولكن عايز أقول بس دول ناس، أنت تقارن بين دولة ناس بيحكموا وبين ناس لسه طالعين كلنا مصر. لا هم حكموا لما قدموا البرنامج كده. لا طبعا على أي حال احنا كنا قدمنا البرنامج ده من 20-30 سنة ولا كان حاجة تحصل. لا لحظة بس لحظة، أنا عايز أقول حاجة. الدكتور عمار أما تكلم عن الشريعة وبعدين تكلم على الناس اللي عايزة تأكل وتشرب وكلام ده، وكأن الشريعة دي شوية مبادئ وأخلاقيات والكلام ده غريب جدا. احنا اليوم أقرينا برنامج حزب العدالة والحرية، الحرية والعدالة. أولا اسم الحرية والعدالة، أنا أعليت قيمة الحرية في أول كلامي. طب العدالة معناها إيه؟ معدالة يعني في تنمية ثم يوزع فائض التنمية بعدل على الناس. البرنامج كامل اللي بيتكلم عن جانب اقتصادي وجانب تنموي وجانب اجتماعي وتنمية بشرية وصناعة وسياحة وزراعة وتعليم وصحة ومشاكل الفقراء، برنامج حزب مش... ولازم برنامج الحزب مش خلاص يعني. أنا لما أخذ أنا ترجمتي للشريعة وهي القيمة الأسمى اللي أنا بأنادي بها وأن أطبق مبادئها بترجمتها برنامج بهذا الشكل، مش مجرد يعني اخلاقيات وهنسيب الناس تجوع وما تلاقيش اكل. لا مش اخلاقيات. لا 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 انا كمل. الشريعه بس اخلاقيات ضروريه مهمه جدا. ايوه ايوه انا ما بقولش حاجه مش بس لا. مش ضروريات بس لا. مش اخلاقيات بس الاثنين مطلوبين. الشريعه حتى الفقهاء زمان ابن القيم بيقول ايه؟ الشريعه اساسها الحكم وعلى مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمه كلها ومصالح كلها وحكمه كلها، فكل مساله خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبس فليست من الشريعة فأدخل فيها بالتأويل. يعني الشريعة مش شوية يعني مثاليات كده وخلاص، لا ده هي القصد منها المصلحة. اسمع ابن عقيل بيقول السياسة الشرعية اللي احنا نقول عليها هي مكان الناس فعلا يكونون أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. بتتكلم، انا ما بنتكلمش على حاجه كده يعني بتتعمل في المسجد بس. الشريعه الاسلاميه مبادئ متكامله شامله، فيها مقاصد فيها مبادئ. مقاصدها طب قول لي حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسل وحفظ الدين، ادي مقاصد تحميها. يعني تاكل الناس وتشربهم، تحمي اعراضهم، تحمي اجسادهم، تحمي مالهم. بس انت رتبتهم ترتيب مش ده على المصطلح. يعني هم في ترتيب، هي في ترتيب تاني. لا ما في ترتيب فعلا غير كده. وفيها مبادئ، مبادئ الشريعه الاسلاميه، الحريه، العداله، الكرام، المساواه، الشورى. وانا عايز اقرا البرنامج اللي اقر النهارده فيه كلام بسيط قوي. مش كنا بنتكلم عن الدوله؟ الدوله اللي احنا عايزينها دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، تسميها كده، سميها دولة إسلامية، ما فيش مانع. بس إيه هي الدولة اللي احنا عايزين أما بنعرفها في البرنامج؟ وأعتقد الدكتور وصل حضرتك. ما فيش تعبير اسمه دولة مدنية أيا كان، يعني حكم مدني أيا كان. دولة مواطنة، حكم مدني، دولة مواطنة، دولة دستورية، دولة شورى أو ديمقراطية، دولة مدنية. أدي وصفنا لأربع قوائم أو أعمدة أساسية تقوم عليها الدولة اللي احنا نرى أن هي تكون وتصلح حال مصر، وهذا مستمد من الشريعة. يعني احنا مش مستحدثات. ليه؟
الشريعة الإسلامية والدولة الإسلامية اللي أقامها الرسول ودي اللي احنا مستمد ونستلهم قيامها منها ومن بعض الصحابة الخلفاء الراشدين هي أول دولة على رغم الناس المواطنة. ما هو الرسول دخل المدينة فوجد يهود ومسلمين فقال المسلمون واليهود أمة واحدة. لحظة بس بس بالله عليك وقال بالوقت وقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا وقال الرسول عليه السلام هنطبق إيه الدولة مهندس. الإسلامية ضد الثيوقراطية يعني هي دولة مدنية احنا هنطبق ايه ضد هنطبق يعني قول لي مثلا ابرز الحاجات بتقول لي النهارده وصلنا المبادئ اللي هطبقه برنامج كامل 100 صفحة نعمله حلقة وحلقتين لا يعني قول لي مثلا انا يعني قول للناس انا عناوين مهمة الناس تطمن بيها ما بقولش ان احنا نشرح البرنامج بقول لك هقول لك يعني عايز تقول ايه يعني انا النهارده الفقهاء الفقهاء قبل ما تتكلم هقول لك طمن في ايه انت عايز تطمن دكتور خيرت الشاطر طمن الناس على حريتهم في تصريحات للشروط طمن الناس على التداول السلطة مبدأ تداول السلطة نطمن للناس على ان السلطة هي للشعب ماشي وان الحاكم اجير عند الشعب نطمن الناس على مبدأ النيابي المبدأ النيابي ان الشعب يعني يمثله نوابه من خلال صناديق وهم اللي يشرعون له القوانين وتحرس هذه القوانين محكمة الدستورية العليا نطمن الشعب على استقلال القضاء نطمن الشعب على مبدأ العدالة الاجتماعية لو دخلت في تفصيل العدالة الاجتماعية بقى تتكلم على الحد الأدنى للأجور والأعلى للأجور والتنمية والإنتاج أنا بتكلم على برنامج عايز لكن إن طبيعي لابد أنت في قيم وبعدين تترجمها ببرنامج لابد ابدا بالقيم اما عايز تخش في تفاصيل انا بقول لك لا انا معايا يعني لا انا معايا اسئله شارع عاديه يعني البعض بيسال انا يلا مع الشارع عادل احنا من الشارع عادل بيسال حضرتك يعني مش اساسا عادل بيسال باشمهندس سعد الحسين لا يا سيد انا داير كنت في طوخ امبارح انا في الشارع يا اخويا انت رحت الجياره ها والبطنيه وبطن البقره واسطبل عنتر ولا نوشر ولا لبشير ما انا برضه بنروح احنا من القريه كويس عادل عيد احنا يسعدنا ان اساتذه الجامعه واصحاب الفكر احنا بينا من اصحاب اليقاطه البيضاء بس نروح نقابل الناس يعني باشمهندس سعد الحسيني عادل عيد بيسالك بيقول لك كلمني في ارض الواقع انا مش فاهم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله قول لي هتعملوا ايه في الفنادق اللي بتبيع الخمر مثلا طب بقى ده حاجة بالمناسبة دي تفصيلة من تفصيلة ما هو من الناس تفصيلة خلاص أنا يعني إحنا بقول لك إحنا ما حكمناش فبنتسأل طب هتعملوا في السياحة والناس اللي هتشرب خمرة أقول لك يا سيدي إحنا نعتقد في ظل دولة إسلامية تصد مبادئ الحضارة والحرية والعدالة والمساواة والأمن وما إلى ذلك هنكون أسعد الناس بأن يأتي كل العالم إلينا ليسعد بهذه البلاد نوري الناس التعليم الرائع في بلدنا الإسلامية ونوري الناس الحرية والعدالة والحاكم اللي الناس بتنتقده وتوليه وترجعه وتعزله إن مش متأله مش ثيوقراطي بيحكم باسم الإله ونوري الناس البلاد النظيفة الجميلة المتحضرة الناس فيها آمنة وسعيدة ومتحابة ما هو طب ما طالما أنت أقمت دولة على مبادئ الحرية والعدالة والكرامة والمساواة والمواطنة والمسيحيين فيهم بينالوا حقوقهم على أعظم ما يكون دولة مواطنة عندي عندي يعني أنا عايز أقول إن ده مدعاة إن إحنا نفخر نقول للعالم تعالى كله شوف مصر وشوف روعتها وشوف جمالها دي واحدة النقطة الثانية فانا عايز الناس تيجي مصر اصلا عايز السياح السياحه بدل ما تبقى 11 مليون تبقى 40 مليون وناتج الدخل القومي منها بدل ما يبقى 7 مليار يبقى 40 مليار جميل بيتبقى شيء بعض التفاصيل لا بعضها محلول وبعضها احنا نفكر كمصريين ازاي نجمع بين هذا وذاك زي الخمره ايوه يا اخوانا الشريعه الاسلاميه بتقول وليحكم اهل انجيل ما انزل الله فيه انا عندي سؤال عن ده طب لما انا اكمل اهو بقى الكلام ده مهم جدا يعني ايه يعني اهل الانجيل عندهم الخمره حلال ولا حرام حلال خلاص انا لست انا شريعتي الاسلاميه ترفض ان انا ارغمه على عكس شريعته دعوهم وما يدينون اما ان المسيحيين او بعض الاوروبيين يرون ان الخمر عندهم حلال فليس من حقي ان انا امنعهم من خمرته فيجي بيها ويشرب ولو حد يجي مسلم بيها؟ يجي بيها ويشرب ولو حد مسلم كسرها له يتعوض عليها وده امر فقهي مستقر عليه لكن انا ما بيعهلوش يعني لكن انا مش هنتجها هو يجيب خمرته معاه ما اقدرش امنعه ده انا ارغمه على عكس شريعته ليه لكن انا كدوله اسلاميه مش هنتج خمر
دي بيسموها ولا استورد الخمر ولا استورد الخمره ولا ابيع له خمره. هو يجي بخمرته، انا بقول لك اللي كسر له خمرته انا عاقبه وعوضه عنها. طيب في اكتر من كده؟ اه الاكتر انت عايز من إيه؟ اللي هو ما هو انا عايز الناس تيجي مصر. طيب ماشي، مش انا ما سالتكش سياحه. طب أنا يا دكتور أنا بس ثانيه بالله عليك يا دكتور عمار لو سمحت، انا بترك المساحات قويه. انا عارف مبدئيا بساعه الصدر لو انت الحاكم انا هبقى مخنوق. انا بتكلم على مستوى الشخص. لا ان شاء الله مش هتتخانق. هقول لك ليه، هقول لك ليه اما نقعد مع بعض ساعتين كمان. انا قصدي إيه؟ حضرتك بتصادر يا باشمهندس سعد، يعني لا تريد حوار، وحتى بطريقه لا اراديه، وانا يعني دارس شويه كده في لغه الجسد الحوار اللي هو اسكت اصمت انا ساكمل ايلام كيف ما كانت الحكايه. لا بس في اللي هقول وجهه نظري انا، ما انا بس ما انا بحاول اعدل في النص. انا لما اتكلم عن لغه الجسد يعني ما درستهاش كويس. انا مش بتكلم على السياحه، انا ما اتكلمتش على السياحه، انا بتكلم على السائح والخمر. لا انا ما اتكلمتش على السائح، انا بتكلم على الفنادق. بقول لحضرتك الفنادق اللي هي بتبيع خمر، ما الخمره دي في مصريين بيخشوا يجي يشربوها. الناس بتتساءل على هل سيتم تطبيق حد الخمر اللي هيروح بقى يشرب كان بيره او يتمسك هتطبقوا عليه حد الخمر. سالت دكتور صفوت عبد الغني وكان يجلس مكان دكتور عمار هنا على حكم المارينا والساحل الشمالي والناس وحريتهم فيما يرتدون، هل هيتكلم؟ هتكلم على زي اسلامي في بلاد ايا كانت نسبه فيها دين مسيحي والناس مش هتتكلم. الناس بتتساءل عن النقط دي، مش بس السياح. السياح هو امر استراتيجي لمصر. انا بتكلم بقى على المصريين، هل سيتم التعامل معهم على فاسق وفاجر ويتم تطبيق عليه الحد؟ هو ده السؤال. لا هو الامر فيه شقين. أيوه. الشق الاول البنت اللي عريانه ولا لابسه مش كويس ولا الشاب اللي مش عارف خليها، يعني ما هذا كلام. لا سبيل الا الحوار. لا طريق للاكراه ابدا. لا سبيل الا نقل الافكار عن طريق الحوار والتزيين وما الى ذلك. ما فيش فرصه للجلد ولا الاجبار ولا الاكراه، لان ده بيؤدي نتائج سيئه جدا. هتتحاور مع مين؟ مع المسلمين ولا المسيحيين؟ هو مش في وسائل اعلام. هتتحاور مع المسلمين ولا المسيحيين؟ مع شعب مصر يعني. مش في، انا على افتراض ان انا مسكت هذه البلد. ايوه. مش في مشايخ في الازهر؟ ايوه. وفي في ائمه المساجد؟ أيوه. هو من خلال بيقول يا اخوانا احنا نرى ان هذا حرام وهذا حلال وهذا يجب، بس ما فيش اكتر من كده. ما في اكتر من كده. هتظل كاشفه شعرها كاشفه وهيظل المتغطية. لا سبيل تنتقل من هذا الى هذا الا بقناعتها الشخصيه بخلقها هي اذا رات هذا. ما سبيل للاكراه. الوسائل الإجبار والإكراه ثبت يقينا فشلها. إحنا كده ما كسبناش حاجة. وإحنا مش مستعجلين. لا سبيل حتى الخمرة. إحنا من التشريع الإسلامي حتى الخمرة جاءت نفيها أو منعها على مراحل تدرج على مدار سنوات. ما في سبيل لقهر الناس ولا إجبارهم ولا إرغمهم على وجه السرعة والعجلة. وما عندنا اي مشكله انت تظل واحده متبرجه ولا تظل واحده كده، طالما ان احنا بنرى من وجهه نظرنا ان المشكله دي محلوله ببساطه شديده جدا في جو الحريات وجو الايه اللي هو التعبير عن الاراء. ان لا نمنع ابدا البنت المتبرجه والبنت المحجبه وثالث والرابع يطلعوا يديروا حوار فيما بينهم جميل جدا جدا. وبعد كده يعني احنا من وجهه نظرنا يعني من وجهه نظرنا بدون تعسف يعني وقد نكون مخطئين، ان بمرور الوقت الأمور سوف تصل لنتائج أحسن ألف مرة من وجهة نظرنا أكثر من الجبر والإكراه والضرب والتشريعات والغرامات وما إلى ذلك. دي نقطة. النقطة الثانية ده بالنسبة إيه أنت اتكلمت عن الخروج والمصايف والحاجات. هو ده الأسلوب الوحيد. هو ده الأسلوب الوحيد. إحنا لا نفسق الناس. احنا ما هو الرسول بيقول كذا كنتم من قبل، احنا كنا يعني هو احنا يعني كنا طلعنا كده يعني ربانيين. لا الفكره ان احنا يجب ان نصبر على الناس وحتى لو بقى مصر. طب ما اخواننا المسيحيين، انا ما اقدرش افرض على المسيحيه اقول لها انت تحجبي وهي طرف دينها انا مش شرط تحج، افرض عليها ازاي؟ انا اثم شرعا اصلا. دكتور خيرت الشاطر في تصريحات النهارده لجريده الشروق قال شيء مش فاهمينه حابين حضرتك تفهمونا ويعلق عليه دكتور عمار، اللي هو قال ان للاخوه المسيحيين في هذه البلد ان يحكموا بما اقتضى دينهم او بما يقول دينهم، وحتى في غير ده الشريعه الاسلاميه اللي بتقول كده. ايوه وحتى في غير الاحوال الشخصيه. هل ده معنى ان احنا هيكون عندنا لا هو في شرائعهم ايه؟ احوال الشخصيه والمواريث وما يعني هي كلها تدور حواليه التشريعات. في غير هو كان التشريعات الموجوده في الانجيل نحن ملزمون شرعا
بان نسمح لهم بتطبيقها واذا قارناهم على غيرها نحن اثمون شرعا. بس انت عايز ايه؟ وقال انا باثم. الرسول قال ايه؟ دعوهما ما يدينون. ان شفنا البابا شنودة في مشكله الزوجه الزواجه الثاني طلع في مؤتمر صحفي قعد ساعه يتكلم بالقران والحديث. طب ما هنا ما عندناش اي مشكله. البابا شنودة بالمناسبه انقل له كلام جميل جدا قاله في 5 مارس سنه 86 في الاهرام. بيقول ايه؟ ان الاقباط، مش بقى مجرد البنت المسلمه اللي هي مثلا مش لابسه حجاب ولا 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 ان الاقباط في ظل حكم الشريعه يكونون اكثر امنا واسعد حالا، وكذلك كانوا حينما كان حكم الشريعه هو السائد. واننا توقون الى ان نعيش في ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ان بلادنا لا تزال تجلب القوانين من الخارج، وليس عندنا في كتبنا احكام مفصله مثل الاسلام، فكيف نرضى بقوانين يجلبونها من الخارج ولا نرضى بقوانين الاسلام؟ شوف الراجل العاقل الواعي اللي الدارس اللي ادي اخواننا، ليس هناك مشكله في الاسلام، ليس هناك مشكله في الشريعه، بل لا بالعكس انا اقول ان عدم العمل بقوانين الشريعه مبادئها هو المشكله. وده وجهه نظرنا بقى، ان احنا مشاكلنا وتراكمها ده جاء من عدم تطبيق المبادئ العظيمه للشريعه الاسلاميه اللي انا ذكرتها، الحريه والعداله والكرامه والمساواه والامن والدوله المدنيه ولهم ما لنا وعليهم ما علينا وحريه، هي دي مبادئ الشريعه الاسلاميه. فانا المشكله في عدم تطبيقها. محمد تحل الامور اذا الحكام هذا البلد تبنوا هذه المبادئ. محمد المليجي بيقول دوله القانون اهم من مسمى الدوله المدنيه او الدوله الاسلاميه. واحب اقول للمهندس الدوله المدنيه دوله القانون، دوله المدنيه دوله القانون. أه؟ واحب اقول للمهندس الحسين ان حجم الاخوان ليس كما يتوهم الجميع، انهم يستطيعون من خلاله السيطره على مجلس الشعب. ده مش والله لا لا فما حدث في انتخابات الشعب 2005 فما حدث في انتخابات الشعب 2005 كان تصويت للاخوان بدافع الانتقام فقط من الحزب الوطني، وهذا ما لن يتكرر في الانتخابات المقبلة. متفق مع ده؟ طبعا. وكان في عامل آخر، السلبية. أنا عايزين نظهر على حقيقتنا ولا أي مشكلة، أنها تفقد الثقة في الانتخابات. كشوف ليست سليمة. الآن التصويت بالبط، فلما الناس تعزف عن المشاركة التنظيم الإخوان تظهر قيمته بقى، عنده منظم في الدوائر معينة كانت بتظهر قيمته. الآن أنت حررت الناس من هذا القيد. فأنا رأيي لو الحياة السياسية فتحت الإخوان هيبقوا جزء موجود في الخريطة السياسية المصرية، وهو جزء أصيل ولا نكران لذلك على الإطلاق، كطيار وطني موجود في هذا البلد عمره 83 سنة بيطور أفكاره باستمرار ودفع ثمن كبير ضد نظام مبارك. أنا بس اللي بعتب عليه كل اللي قاله المهندس سعد الحسين ما فيش خلاف عليه. أيوة. انا اقول لك اتلع من كده. طيب كويس. انا ما... طبعا انا مع بعض الفقهاء بيقولوا ايه؟ اتلع من بعض. ما انا كويس الفقهاء بيعرفوا وظيفه الحكم ايه؟ ارشاد الخلق الى المنجي في العاجل والاجل واقامه الامر على سنن العدل والاستقامه. شيء عبقري. ده معناه ان الحاكم طول الوقت كان لازم يبقى سيدنا عمر بن الخطاب او عمر بن عبد العزيز، طول الوقت في العدل والورع واقامه الامر على سنن العدل والاستقامه. لكن الحقيقه ان كان عندي بعد الخلافه الراشده حكم اموي، حكم عباسي، حكم عثماني، انحرف بالخلافه الراشده بنص الحديث الشريف تكون خلافة الرشيدة ما شاء الله لها أن تكون ثم تنقضي ثم يأتي ملك عضوض وجبريات وهكذا. الرسول وصف ذلك بملك عضوض وجبريات، ووصف الذين قتلوا عمار بن ياسر بأنهم الفئة الباغية. إذن الأمويين بغاة. ومع ذلك كان معاوية ابن أبي سفيان يقول أنا أحكم بشرع الله وأنا أحكم باسم الله. وله مقولة غاية في الخطورة، أنا وكيل الله في مالي. أنا وكيل الله طبعا في مالي طبعا. واخد بال حضرتك؟ وكان يحارب الذين يناوئونه بدعوى أنه حاكم ظالم وفاسد وخرج عن شريعة الإسلام وانحرف عن مبادئ الإسلام الحقيقية، يحاربهم بأنهم هم الخارجون وهم المارقون وهم الضالون وهم المرتدون وأنه هو الذي يطبق الإسلام. فالكلمة مش نصوص. المسألة الثانية
خطاب الإخوان المسلمين وخطاب السلفيين وخطاب كل التيارات الإسلامية. يا أخي وأنا طالب في الجامعة قريت كتاب هو قاعد يستشهد بكلام الفقهاء على عينه وعلى دماغه، كتاب للدكتور محمد عمر اسمه الإسلام وحقوق الإنسان، ضرورات لا حقوق، نازل في سلسلة عالم المعرفة الكويتية. أنا عايزهم يقروا الكتاب ده ويطبقوه. الراجل بيقول أن الشريعة حقوق قبل أن تكون حدودا، وإذا توافرت الحقوق طبقت الحدود، وإذا لم تتوافر الحقوق لا تطبق الحدود. أنا مش عايز المهندس محمود عزت ولا المهندس خير الشاطر ولا المهندس سعد الحسيني يشغل نفسه بموضوع رجم الزاني وموضوع تعزير شرب الخمر ولا موضوع، لأن عشان تطبق حد الزنا في الإسلام شروط قاسية يكاد لا ينطبق إلا هو تقريبا لم يطبق لو ذكرناش إلا بالاعتراف. أنا أريده الآن في الظرف اللي مصر بتمر بيه، الناس اللي قامت بثورة 25 يناير عشان الحقوق يكلمني على مبحث الحقوق في الشريعة الإسلامية. واحد، حد الكفاية، الغذاء والكساء والدواء والإيواء والتعليم والترفيه، إزاي أوفره بالشريعة؟ تاخد بال حضرتك؟ أيوه. تمام؟ تكلمني على حد حق الحرية شخصية، إزاي هيضمنه؟ انت واخد بال حضرتك؟ طب ما نبدا بحد الكفايه ونشوف. اذا وفر الحقوق ساعتها نتكلم على الحدود. لا، ده مش تتكلم على الحقوق، ده تكاد الحدود ان تنتفي. يعني انا لما يكون عندي كل الناس لا يتاكل وتشرب وتلبس وتسكن وتعلم عيالها واخر الاسبوع يقدر يطلع رحله ترفيهيه، انت واخد بال حضرتك؟ نعمل ايه في القصه دي؟ نعمل ايه في الرؤية الاقتصادية للإسلام ما بين رؤية تتحدث على أن الملكية الفردية أصلا لا مشاحة فيه على الإطلاق، وبين رأي منهم حتى رأي ابن تيمية يقول أن الملكية الفردية تبدأ بعد أن يتوفر حد الكفاية لكل المسلمين. عايز يقول لي وهو بيكلمنا عن حرية الاعتقاد، كثير من الفقهاء قالوا أن الإنسان حتى يكون حرا في اعتقاده حتى يعبد الله، نحن مستخلفون في الأرض ونحن خلفاء الله. وظيفة الإنسان كما يقول القرآن الكريم في الاستخلاف العمران والعبادة، نعمر الأرض ونعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، سبحانه وتعالى. بعض الفقهاء تحدثوا على أن الإنسان حتى يعبد الله على غير حرف وبثقة وطمأنينة يجب أن يتوفر له المعاش الكريم. إزاي أنا أقف أصلي وأنا مشغول بقسط المدرسة بتاع ابني؟ أكيد هسرح وأنا جزمتي مخرومة وأنا قميصي مقطوع وأنا مش قادر، مش عارف إذا كنت بكرة هلاقي إفطار ولا لاقي عشاء ولا لا. انت حتى العبادة تتأثر بالمعاش. الإسلام دين يوازن بين الماديات والروحانيات، والماديات جزء، وكما يعرف الروح يعرف الجسد، والماديات جزء. شاب عايز يتجوز وأنا بطلب منه إنه لا يعاكس النساء ولا يفكر في حرام ولا شيء من هذا القبيل، أنا كبرنامج الإخوان المسلمين إزاي هوفر لهؤلاء الشباب حياة كريمة وحياة يستطيع أن يتزوج، حتى أضمن أن هذا الشخص سيتقي الله ويعبد الله ومش هيقعد يفكر في ما حرم الله. يا سيدي، مبحث الحدود في الشريعة ضئيل إلى أقصى حد، ولك يعني حد الزنا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام طبق مرة واحدة في حدود ما أعرف باعتراف باعتراف. أنت واخد بالك؟
السرقة نعرف عن المرأة المخزومية التي سرقت وقطع الرسول يدها حتى يعطي عبرة وهي شريفة. الحاجة الثانية اللي عايز أكمل فيها يا سيدي عظمة الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي الإخوان. أنا والله كان شكلك هتبقى عضو مجلس الشورى. لا 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 لا. أصحنا. أنا أشكر الدكتور. أنا بقول للناس. أقول لك الفقه الإسلامي. دكتور عارف حاجة غاية في العظمة. نحن متفقون. الفقه الإسلامي فيه حاجة يا أستاذ. معتز في محتوى وفي منهج. الناس بتستعير أقوال أبو حنيفة وأحكامه بس مش عايزة تفهم أبو حنيفة وصل للحكم ده إزاي باستخدام العقل في النظر وإمعان النظر في النص. أنا عايزك زي ما بتكلم في المحتوى شوف المنهج وتشوف إزاي الفقه الإسلامي اتكلم عن التعزير وقال أنا في مجتمع قبلي واحد سرق لو خدته حبسته قبيلة هتيجي تحرره يعني ده شيء يرتبط بكرامة القبيلة مجتمع قبلي ما فيش سجن وما فيش حاجة فكان لازم حدود وإن التعزير يعيد النظر فيه. وإزاي هم مشغولين والمهندس خيرت الشاطر وأنتوا لازم تتكلموا الناس عن الحقوق لأن أنا خايف عن الإسلام خايف على الإسلام من خطابكم. طيب. خطابكم اللي بيركز على الحدود مش الحقوق. فأنا ما أنت يعني ما سألت كمية أسئلة كبيرة ولكن هي نتفق ان هي مدخل اول. انا بس انا بشكر الدكتور عمار على هذا الفهم الراقي واقول له احنا نشاركك تماما. وانا لا احسب ان احد من اخوان المسلمين تكلم عن الحدود من عشرات السنين الا بمناسبتها يعني احنا فهمنا للاسلام ان هو نظام شامل كامل متكامل عقائد واخلاق واداب وعبادات ومعاملات وعقوبات في الاخر نظام عقابي. ما لا مجال للحديث عن الحدود ولا مجال للحديث عن الإسلام بأنه هو حدود. الإسلام كما قلت منهج شامل متكامل عندما ينزل على أرض الناس وتتهذب أخلاقهم ويعيشوا آداب الإسلام وقيم الإسلام العظيمة وتسود قيم الحرية والعدالة والمساواة وتتوافر حاجات الناس. الدولة في الإسلام مكلفة شرعا توفر الناس حاجاتهم. إذا لم تتوفر الحاجات الحدود دي اللي هي النظام العقابي زي أي نظام عقابي موجود في العالم في أي دولة ما توبقش. وذلك حتى يقال إيه إذا جاع المسلمون فلا مل أحد. ناس جعانة. إذا سيدنا علي نسب إليه بيقول أعجب لرجل لا يجد قوت يوم لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ده ما فيش فيه جدال. وذلك سيدنا عمر ما طبقش حد السرقة في عام الرمادة لأن الناس جعانة. ده هو يعني مكلف إن يأكل ميتة فمش هياخد من مال اللي غاره عشان يعيش. أمر ده بعد ما طبق هذه الأخلاقيات العظيمة وتتصافى والحاكم محكوم تعيشون الناس في عدل وأمن وسلام وحرية وتتحقق احتياجاتهم في إيه بقى؟ في نظام عقابي للخارج على هذا زي أي دولة فيها نظام عقابي. مين اللي يفرض هذا النظام؟ يقننه البرلمان. طيب مين اللي طبقه؟ السلطة الحاكمة. ومع ذلك كل حد في ذاته على افتراض توفر كل حاجة والعدالة والكرامة والأمن والاعتياجات والجواز والناس مبسوطة كل حد ليه كمان شروطه هو في حد ذاته تجعله صعب جدا لانه قاسي ورادع. بس ده بيجعل في نهايه زي ما قال الدكتور عمار تلاقي الحدود تطبق بعد سنوات وقليله جدا لك تاثيرها رادع ولكن في شروط عامه لتطبيقها وفي شروط خاصه لتطبيق كل حد. فاحنا لا نتكلم عن الحدود والمجال الكلام عنها ليس في اوانه والاعلام هو اللي اثار قضيه لم نثرها اصلا. كان الدكتور محمود عزت قاعد وانا قاعد جنبه في امبابة وجدنا مئات من السلفيين حاضرين مؤتمر الاخوان فبعتوا سؤال في الاخر بعد محاضرة ساعتين ما لاش علاقة بالكلام. طب انتوا رأيكم في الحدود كان فخ سلفي اراد ان ايه اراد ان يعلمهم شيء اهم جدا ان الحدود هذه ليس المعنى بتطبيقها احد الناس المعنى بتطبيقها سلطة لها سلطان على ارض مش شأنكم سلطة لها سلطان. فطبعا بقى خد الاعلام نريد امتلاك الارض عشان نطبق الحكومه الاسلاميه اللي هي الحدود. هذا اجرام وهذا اسلوب لا يليق ويشغل الامه ويثير الرعب ويثير الفزع وهذا لا يليق. لا بس المهندس لكن انا عايز اقول حاجه بقى لحظه يجب انا وقت كده اصل انا كنت حاضر. النقطه الاخيره ابو حنيفه بيقول ومالك بيقول والتشريعات الاسلاميه بتقول
انتوا هتحيرونا يعني ناخد ايه؟ ما تاخدوا ايه يا اخوانا؟ في برلمان. البرلمان هو وظيفته ان هو التشريع، بمعنى ايه؟ فيما دون مبادئ الاسلاميه اللي هي قطعيه الدلاله وقطعيه الثبوت، المبادئ العليا للشريعه الاسلاميه، للمجلس التشريعي ان يشرع وينظم حياه الناس الى يوم الدين، وياخذ من اراء الفقهاء المتعدده والمذاهب المتعدده، وياخذ ايضا من المستحدثات الاخرى له ما شاء. انت تعرف ادله، لحظه يا دكتور، ادله الاحكام في الشريعه الاسلاميه ايه؟ القران والسنه. وفي حاجتين عظام جدا اسمهم القياس والاجماع، يعني اجتهادات. لا، في حاجات اخرى اسمها العرف وصالح المرسله وشرع من قبلنا، يعني اصلا ادله الاحكام في الشريعه واسعه عظيمه، ولذلك هي صالحه كل زمان وكل مكان، لان فيها جانب مرن يعني يسع لكل مستحدثات الحياه، وفي جانب ما فوق سلطه المجلس التشريعي هو يعني مبادئ بسيطه خالص قليله جدا، اما مع ذلك دونه هو عفو الناس تجتهد والبرلمان ما عندناش مشكله في اختلاف المذاهب واختلاف الاراء، لان في النهايه عنا الدوله المدنيه دوله قانون، دوله قانون ايه؟ ما اختاره المشرعون وجعلوه قانونا واضحه. بس مش هنقول مش كل واحد لا يمكن الدوله تعليق اخير لك. أنا عارف ليه الدوله اللي انت راي المتخصص في حكم مدني، تعبير دوله في حكم مدني ده لفظ غريب زي كلمه ثوره مضاده، في حركات مضاده للثوره، ما فيش مصطلح اسمه ثوره مضاده في الكرة. دوله مدنيه عكس دوله ديمقراطيه، لا عكس دوله عسكريه، ما هو تعبير حكم مدني. هقول لك ليه الدوله اللي ممكن تبقى مدني، لان الدوله عكس حكم مدني. ماشي، الدوله كما عرفها القانونيون ارض وشعب ونظام حكم، والبعض يتحدث عن اللي هي النظريه الوظيفيه وظيفه الدوله. استنى بس، الشعب بيبقى متعدد الاديان، فلازم يبقى في دين موجود او دين، والشعب فيه مدني وفيه عسكري، فلازم الجيش موجود كجزء من تكوين الدوله. ففي حاجه اسمها حكم مدني، لكن الدوله فيها كل الوان الطيف، المدني والديني والعسكري، تشمل الجميع، لكن الحكم مدني ولا ديني هو ده. على اي حال احنا برضو الحكم مدني ولا ديني، احنا عايزين الحكم ايه؟ مدني. الاخوان بيقول ليس ديمقراطي وليس عسكري، كانك مش مقتنع. عارف ليه مدني؟ لان الحكم في الاسلام مدني. انا قلت لك عند الشيعة في رجال دين بيحكموا، احنا هنتكلم ارضيه واحده يا دكتور، مفيش لا مش ارضيه واحده، واحنا نفس الارضيه في وجهه نظر سعد. لا في وجهه نظر. طيب دي انا بس قول لي بس في عجله شديده بالله عليك، لان وقتي والله انتهى. شوف، انا شايف ان الاسلام مختطف، انت واخد بالك، وان في هذا الدين العظيم البراح الصالح لكل زمان ومكان يريد ان يحبس في دوله وفي نظام حكم، وهو اعظم واشمل من ذلك لانه دين للعالمين، وفكرة أن وظيفة الحكم هي حراسة الدين وسياسة الدنيا أنا لا أقبلها، لأن الدين الإسلام يحرز ذاته بذاته، لأنه قوي في ذاته، بدليل أنه ينتشر الآن في أوروبا بغير دولة، وينتشر في بلدان عديدة بدون دولة، وفي مصر فضل رغم أن الحكم كان إسلامي فضلت الأغلبية مسيحية حتى العصر الفاطمي، وبالتالي الإسلام مش محتاج أن أنت تحبسه في دولة. وأنا شايف أن الإسلام مختطف ومظلوم نتيجة أن هناك ناس تصر على ان احنا لازم يبقى عندنا نظام قالب كده محدد اسمه الحكم في الاسلام. ده بيضر ضرر شديد جدا بالاسلام. الاسلام فيه تشريعات عظيمه بتضبط الحياه وتضبط المجتمع، لا يمكن، ما حدش في العالم قدر يعمل قانون مواريث زي اللي عمله الاسلام. والقوانين في اوروبا دلوقتي بتخلي الناس تقتل بعضها في منتهى الاحكام والدقه. شوف لما تقرا اللي عمله ابو يوسف في الخراج، يا ساتر على العبقريه، يعني الفقه ده مش كلمتين، ده عمق. لكن في ناس مش عايزه تقرا غيرها ولا تقرا هذا العمق، وبتظلم الدين بان هي بتحصر الاسلام وكانه مجرد واحنا مجموعه. واحنا باستمرار الحوار بنقلل مساحه الارض ليهم في الارض. كلمه اخيره يا باشمهندس. هو الرؤيه العظيمه اللي بيراها الدكتور عمار وانا اتفق معه فيها، بقول ان يجب ان تطبق وتعمل في حياه الناس، مش مجرد يعني لابد تطبق الكلام اللي بيقوله عن الخراج لابو يوسف، يعني الكلام الرائع اللي بيقوله ده، وفي النهايه يعني لابد ان ينزل على ارض الناس وقواقع ويستفيد منه البشريه وتنعم بهذه المبادئ العظيمه. بس ابو يوسف فكر في مشكلات عصره. انت فكر في مشكلات عصرك بمنطق عصرك. هي دي الشريعه، هي دي الشريعه، هي دي الشريعه. وانا بقول انا بقول من 1400 سنه قلت مصادر التشريع فيها العرف،
فيها المصالح المرسلة، فيها الاستصحاب والاستحسان. انت بتتكلم ازاي؟ هذه الشريعة العظيمة الجميلة، ما معنى عظمتها وجمالها وكمالها اذا لم تجد ارضا تطبق عليها وناس يؤمنون بها؟ والناس هؤلاء نقول ندعو المصريين ان اذا اقتنعوا بهذه الشريعة العظيمة ان يختاروا اناس نواب يعني يأخذ هذه المبادئ العظيمة يضعوها في خلال تشريعات تسري على أرضهم وفي واقعهم، وهكذا يسعد الناس في دينهم ودنياهم. وشكرا يا رب يا رب. بشكرك باشمهندس سعد الحسين، بشكرك دكتور عمار علي حسن، واستمر الحوار. قلنا لكم البلد تحتاج للحوار الآن أكثر من أي وقت مضى. نعم. وباستمرار الحوار ننقي أفكارنا ونصل بمشيئة الله المرتبة التي يستحقها هذا الشعب. غدا حلقة جديدة وموعد جديد، حتى حين هذا الموعد تقبلوا أرقى التحية. الناس حاليا يستغلون حرية الفكر لأن ينحرفوا بأفكارهم. والله لو كانوا عبيدا لفكر واحد من أول لأراحهم من حرية الفكر هذه. الإنسان يعمل الفكر في القضية الأولى وهي مهمته في حياته، لازم يفكر فيه ويسلم زمامه إلى من خلقه. يبقى أنا الفكر مالي، أنا فكرة ولا يعتبر لما يفكرش في بيته يبقى ما بيفكرش. لأن الإنسان أحنا أنا بقول مرة إن الصانع من البشر حين يصنع صنع ما صنعش حاجة وقال شوفوها تنفع في إيه. لا هو قبل ما يصنعها عارف ما عاملها ليه. ثلاجة يعني ثلاجة، غسالة غسالة، تلفزيون تلفزيون، وبعدين عمل له قانون صيانة. يبقى حصل فيه زلجانة ضد لقانون الصيانة. نقول له مين اللي خلق الإنسان؟ الله. هو اللي يحدد. ومين اللي يعمل له قانون صيانة؟ الله. ما عملناش كده انا بعلق فيها اول بقى فينا بنودي التلفزيون للجزار. هنا القاهرة القاهرة القاهرة.